مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في برنامجكم الحياة في المتحف. وككل مرة نستقبل معنا أستاذنا الكريم محافظ المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة السيد زهير الشهيبي، والذي سيقدم لنا قطعة أثرية جديدة. وكالعادة سنتحدث عن تاريخ هذه القطعة، أهمية هذه القطعة الأثرية، أهميتها العلمية، أهميتها الحضارية، أهميتها الثقافية، وكذلك أهميتها الإنسانية. فتابعونا في حلقتنا هذه. سي زهير الشهيبي محافظ المتحف الوطني للفنون الإسلامية بالقلعة والقيروان، مرحبا بك مجددا في برنامج الحياة في المتحف. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الحياة FM. شكرا سي زهير. نحن الآن في قاعة، من القاعة نسميها قاعة النقاش حسب فهمت، ومشتورين اليوم قطعة حسب فهمت قطعة صغيرونة لكن لها بعد كبير جدا، وخاصة أنت تفتخر بهذا بهذه القاعة التحفة هذه. وقلت أنا كنت مسافرة في يوم من الأيام ومزادك رجعت. شنو هي القطعة الفنية، القطعة الأثرية تاع اليوم؟ قطعتنا لليوم هي نقيشة، العباد يقولوا نقيشة، الأكثرية تمشي في اتجاه اللي المتحف فيه برشا من نقاش جنائزية، ولكن اليوم قطعتنا هي نقيشة ما يعرف بالنقائش التخليدية. نقيشتنا اليوم هي نقيشة تخليدية، الديمونسيون نتاعها تقريبا 34 سنتيمتر على 23 سنتيمتر، شكلها مستطيل. نوعية الحامل هو رخام، والخط كوفي مزهر، والتاريخ نتاعها تعود إلى بالضبط 426 الهجري، وهل التاريخ هذا هو مكتوب فيها؟ رزمون معنا اللي هو مكتوب لنا التاريخ 426. احنا هالنقيشة هذه نقيشة في بادي الأمر من لون في الخمسينات، اعتبرت نقيشة جنائزية بتاع شهر بتاع قبر لشخص اسمه موجود على هالنقيشة اللي هو ابن أبي الرجال، ولكن بدراستها مجددا وخاصة اللي توصل للأستاذ لطفي عبد الجواد كونه أنفع لها هالصبغة هذه الصبغة الجنائزية، وفي حقيقة الأمر هي لوحة تخليدية لأشغال معينة على الأكثر، وأنها في صبغة المنصورية قامت، واللي أشرف عليها هو ابن أبي الرجال اللي نعرفه في ترجماته. ابن أبي الرجال هذا هو الوزير ولا الوزير الأكبر في عهد المؤزم المديس، متاع المؤزم المديس. وفعلا هالراجل هذا موجود تاريخيا، موجود في العصر ويعود في العصر هذاك اللي يعود لل 426، وكان يشرف على أشعار. ونعرفوا احنا ان المؤزم المديس عنده برشا الناس، عنده برشا نقاش اشرافها بعد اشرفوا عليها عباد، كيما اللوحات الخشبية في الجامع الكبير تاع السقف، كيما مقصورة المؤزم المديس، كيما نقيشة صبر المنصورية. هذه النقيشة هذه إذا هي تحمل اسم ابن أبي الرجال، تأرخ 426، والخط نتاعها هو خط كوفي مزهر اللي هو في أوجه في الوقت هذاك، وتعطينا فكرة على الأوساط الفنية في الخط العربي في ذلك الوقت. دونك اللوحة هذه لوحة صغيرة في الحجم، قطعة هي قطعة غير مكتملة، ولكنها جاءتنا أولا بخط جميل جدا، خط كوفي مزهر، جابت لنا اسم علم في ذلك الوقت اللي هو وزير الأكبر، وفي نفس الوقت الإضافة اللي السيد هذايا ابن أبي الرجال كان المناجم القيروان، أو النجم نحطوه في خانة علماء الفلك. وهذايا
تنجم تعطينا مسار اخر، وان نبحث في كون ان الطيروان معناتها نجم نقولوا الطيروان احتضنت هالعلم هذايا، خاصة وانه عندنا نقاش اخرى اللي هي المزاوية اللي تندرج في الاطار هذايا. اذا تعرضنا اليوم كانت دخلت المتحف في سنة 1986، قبل كانت في مخازن وعملت جولة، كانت في تونس، تحولت إلى مركز سبيطلة ثم إلى القيروان، وغادرت البلاد التونسية في معرض مؤقت بغرناطة في أول 2021، بقات 4 شهور لأنه فما معرض يحكي على الزيريين، واختاروها هي لتمثيل هالحقبة هذيا رفقة قطاع أخرى، وثم عادت إلى موقعها كما نعرفها اليوم في متحف رقادة بقاع النقاش. شكرا يا سي زهير. سي زهير حكيت لنا على شخص اسمه سي لطفي عبد الجواد، شكون هو سي لطفي؟ فعلا سي لطفي عبد الجواد هو المحافظ السابق للمتحف رقادة، وايضا هو باحث في الاثار الاسلاميه ومختص في قراءه النقائش، وتوا هو مدير مركز الخط في تونس، وكتب مقال في هذا الشان على هالنقيشه هذه، خصها بمقال في قراءه جديده لهالنقيشه هذه. شكرا سي زهير. كما مستني اذا حتى فهم شفت اليوم هالقطعه الأثرية الجميلة، قطعة صغيرة في حجمها لكن كبيرة في أبعادها. شفتوا فما أرتيكل في يوم من الأيام تكتب عليها سي لطفي عبد الجواد، تكتب عليها نشرية أو مقال علمي. نتمنى أن لو في متحفنا هذا تلقاه كل ما يكتب على هذه القطع الأثرية في المتحف، يمكن أن نضع قرب هذه التحف ما يرمز ما يحكي عن هذه القطع الأثرية وعن البحوث اللي صارت وراها وعن المقالات اللي تكتبوا عليها، فاكل يزور المتحف في حيش يعيش حياة هذه القطع الأثرية. وين وين تلقات القطع الأثرية هذه؟ هي تلقات في القيروان. وين؟ ما نعرفش بالضبط وين تلقات. في الخمسينات. تلقات ثم دخلت للمستودعات في تونس ثم في سبيطلة في إلى أخيرا في 86 دخلت إلى متحف رقادة وكانت في مستودع أولاد فرحة. شكرا سي زهير. قبل ما نقول لكم إلى اللقاء سادة المجتمعين مستمعي إذاعة الحياة FM، نقول لكم إن شاء الله تجي نهار آخر لمتحف رقادة وتلقاو هذه النقيشة في بعض موجودة في شكل صور ولا في شكل كواترو، ينجم الإنسان يروح به كذكرى يروح بها من هذا المتحف. فمستمعينا إلى اللقاء وإلى حلقة قادمة.